أنشئت نيابة الجرائم الإلكترونية باعتبارها نيابة متخصصة بالتحقيق والتصرف في الجرائم اللي ترتكب باستعمال وسائل إلكترونية. وما كان إنشاء هذه النيابة إلا نتيجة لاهتمام سعادة النائب العام بتطوير منظومة العمل القضائي والاتجاه نحو تخصيص عدد من النيابات، خاصة ونحن لاحظنا وفقاً لما أعلن في تقرير السنوي للنيابة العامة مؤخراً أن هناك ازدياد في معدلات ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بشكل خاص الجرائم التي تتم عبر إساءة استعمال أجهزة الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، وهي في الحقيقة عبارة عن ظاهرة دولية وليست محلية فقط. لذلك جاء إنشاء نيابة جرائم إلكترونية ومنحها من الصلاحيات اللي تستطيع من خلالها أن هي تحد من انتشار معدلات ارتكاب مثل هذه الجرائم بفعالية. تختص نيابة الجرائم الإلكترونية بالتحقيق والتصرف في الجرائم اللي ترتكب باستعمال وسائل إلكترونية والجرائم اللي يكون فيها اعتداء على البيانات والمعلومات والوسائل الإلكترونية، منها الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية، قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، أيضا قانون تقنية المعلومات بما فيها من جرائم احتيال إلكتروني، تزوير معلوماتي والدخول على أنظمة تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الجرائم اللي تكون عبر الهاتف مثل جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار والإهانة الابتزاز وما شابهها من جرائم. دائماً تسعى النيابة العامة أن هي تواكب تطورات ارتكاب الجريمة وتقف على ما يستحدث من أدوات في ارتكابها، لذلك إنشاء نيابة جرائم إلكترونية وما منحت لها من صلاحيات واختصاصات وفق قرار إنشائها يمكنها من أن هي تنسق وتتواصل بفعالية مع الجهات المعنية في الحد من هذه الجرائم، منها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وأيضا بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وعدد من بنوك التقليدية والرقمية، وأيضا شركات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية. من خلال هذا التعاون مع هذه الجهات بالإمكان أن نضع خطط استباقية ونطور من الإجراءات الموجودة حاليا لنحد من انتشار مثل هذه الجرائم ونواجهها بشيء من الحزم للسيطرة على معدلات انتشارها. من أكثر الجرائم انتشاراً وملاحظةً في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال الإلكتروني أو ما تعرف بجرائم الاحتيال المالي. هذه الجرائم تتخذ عدة صور، منها ما يرد للمجني عليهم من اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم يعملون في بنوك أو في جهات رسمية تابعة للدولة ويطلبون من المجني عليهم تزويدهم ببياناتهم الشخصية والبنكية، ومن ضمنها يطلبون أيضاً رمز التحقق الـ OTP اللي هو الـ One Time Password، وهو رمز سري ينبغي عدم مشاركته مع الغير. من خلال تحصل الجناة على مثل هذه البيانات يستطيعون أنهم يتحكمون في حسابات المجني عليهم ويستولون على أموالهم. المرأة في النيابة العامة وصلت إلى وكيل أول التفتيش القضائي، تقلدت رئاسة عدد من النيابات الجزئية والمتخصصة، منها نيابة الأسرة والطفل، نيابة الاستئناف، نيابة جرائم إلكترونية، وفي وقت سابق أيضا تقلدت رئاسة نيابة التنفيذ ونيابة الوزارات والجهات العامة. وما كان للمرأة أن تتقلد هذه المناصب في عمل النيابة العامة لولا الاهتمام والدعم والإيمان بقدراتها من قبل سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين، والذي وفر لها من مجالات العمل التي تساعدها على التميز وتثبت من قدراتها جنبا إلى جنب مع زملائها.
في الحقيقة احنا نأمل ان المرأة البحرينية تصل الى مراحل اعلى مما وصلت اليه، وليس فقط في مجال السلطة القضائية وانما ايضا في مجال السلطة التشريعية والتنفيذية، خاصة مع الجهود والدعم الذي يبذل من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بالإضافة إلى ما يبذل من قبل المجلس من جهود تعمل على تبوء المرأة البحرينية مناصب رفيعة في كافة هذه السلطة، بالإضافة إلى العمل على إعلاء شأنها محلياً ودولياً. أوجه رسالة للجمهور بأن عليكم بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي اتصالات هاتفية أو رسائل نصية توصل لكم، بحيث يجب عليكم أنكم تتأكدون من صحة ومصدر المكالمة الهاتفية أو الرسالة النصية، وما تشاركون أي من بياناتكم الشخصية أو البنكية بما فيها رمز التحقق OTP، لأن في حصول الغير على مثل هذه البيانات والمعلومات السرية تمكين لهم من اختراق حساباتكم البنكية والاستيلاء على أموالكم وتحويلها لحسابات أخرى. في حال أنكم تعرضتوا لأي من عمليات الاحتيال بما فيها هذه الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، نطلب منكم أنكم تبلغون فوراً النيابة العامة ووزارة الداخلية لكي نتعاون مع الجهات المعنية ونعمل على استرداد أموالكم قبل تحويلها إلى حسابات خارجية وبالتالي يصعب استردادها.